الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فمكتبة الإبانة السمعية بجدة تقدم لكم المجموعة الثالثة من شرح فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان على كتاب التوحيد، وذلك ضمن دروسه التي يلقيها في الإجازة الصيفية في مدينة الطائف. ولقد جاءت هذه المجموعة في 11 شريطا، مبتدئة بالشريط 44 وحتى الشريط 54 من هذا الشرح. بدأ حفظه الله بالباب 29 من كتاب التوحيد، وانتهى إلى آخر الباب 50 من هذا الكتاب. وسيكمل فضيلته حفظه الله شرح بقية الأبواب في الصيف القادم إن شاء الله تعالى. نسأل الله عز وجل أن يعين الشيخ على إتمام هذا الشرح، وأن يجعل ذلك في موازين حسناته. وننبه الإخوة المستمعين إلى أن أسئلة هذه المجموعة قد وصلت في أشرطة مستقلة، وسنقوم بإخراجها في وقت لاحق إن شاء الله تعالى. وبموجب فهرس مكتبة الإبانة السمعية بجدة، فإن رقم هذا الشريط هو 61 دال على 20400. ونسأل الله لنا الإعانة فيما توخينا من الإبانة. أما الآن فنترككم مع الشريط 44 من هذا الشرح. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في التنزيل. قال البخاري في صحيحه: قال قتاده: خلق الله هذه النجوم لثلاث، زينة للسماء ورجوما للشياطين وعلامات يهتدى بها، فمن تأول فيها غير ذلك أفضل وأضاع نصيبه وكره ما لا علم له به. وكره قتاده تعلم مناهج القمر، ولم يرقص الليلة فيه ذكره وحوض عنهما، ورخص في تعلم منازل أحمد وإسحاق. وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخلون الجنة مدمن القمر ومفسق للسحر وقاطر الرحم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. نبتدي من حيث انتهينا في العام الماضي. قد انتهينا في العام الماضي إلى نهاية بعد ما جاء في التطير نأخذهم من النجم. والنجم هو مخلوق المعروف، سمى نجما، كما قال تعالى: وبالنجم هم يهتدون، هو الذي جعل لكم النجوم تهتدوا بها، الشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره. ويتسمى كواكب، كما قال تعالى: إنا زينا السماء الدنيا بزينة من كواكب. وتسمى مصابيح، كما قال سبحانه: ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح. فيتسمى نجوما وتسمى كواكب وتسمى مصابيح. الله سبحانه وتعالى خلق، ذكر في القرآن السماء والأرض والشمس والقمر والنجوم. فدل على أن هذه الأشياء كل شيء له اسم يخصه وله منافع
وخسائر جعله جعلها الله تعالى فيه. أصحاب النظريات الحديثة اليوم الذين يسمون الأرض بالكوكب يقولون الأرض كوكب، هذا قول خطأ، لأن الأرض غير كوكب كما أن السماء غير كوكب. فكما لا يجوز أن يقال في السماء إنها كوكب، لا يجوز أن يقال في الأرض أيضا إنها كوكب. كل شيء من هذه المخلوقات له اسم وله خاصية، فتسمية الأرض بأنها كوكب يقولون كوكبنا الأرض غلط، كلام فارغ. الأرض تسمى بالأرض كما سماها الله سبحانه وتعالى، والسماء تسمى بالسماء كما سماها الله تعالى، والقمر والشمس والقمر تسميان بذلك، والكواكب تسمى بالكواكب، والنجوم والمصابيح كما سماها الله. فالقول بأن الأرض كوكب هذا غلط كبير، ومخالفة لما جاء في الكتاب والسنة. الأرض ليست كوكبا، وإذا كانت كوكبا كما يقولون فإنها تكون من جملة النجوم، فهل يسمي الأرض نجم؟ لا، عاقل يقول هذا. هل أحد يقول أن الأرض نجم؟ أو يقول أن الأرض مصباح؟ لا أحد يقول بهذا. إذا لماذا يقال إنها كوكب؟ الواجب تسمية الأشياء بأسمائها التي وضعها الله لها وعلمها لآدم عليه الصلاة والسلام، علم آدم الأسماء كلها، كل شيء علم الله آدم اسمه. ولذلك السماء، الشمس، القمر، النجوم، الكواكب، والأرض، سعي العوالم، كل شيء له اسم، فينبغي الانتداء لهذا. أننا نترك مسميات الكتاب والسنة التي سماها الله الخالق سبحانه وتعالى، ونسمي الأسماء الأشياء بغير أسمائها، فهذا كذب على الله سبحانه وتعالى. قال البخاري في صحيحه الإمام محمد بن إسماعيل الحافظ صاحب الكتاب الصحيح الذي هو أصح كتاب على وجه الأرض بعد كتاب الله عز وجل، صحيح البخاري هو أصح كتاب على وجه الأرض بعد كتاب الله عز وجل، هذا بشهادة الأمة كلها قديما وحديثا أن هذا الكتاب العظيم هو أصح كتاب بعد كتاب الله عز وجل. قال البخاري في صحيحه، قال قتادة، إذا قال البخاري في صحيحه قال النبي صلى الله عليه وسلم أو قال فلان من الصحابة أو من التابعين بدون سند من البخاري إلى القائل، فهذا يسمونه بالمعلق، معلقات البخاري رحمه الله. قال المعلق فهو الذي لم يذكر البخاري سنده، وهو على قسمهم، المعلق على قسمهم، معلق بصيغة الجزم مثل هذا على قتاده، ومعلق بغير صيغة الجزم كما إذا قال البخاري ذكر عن فلان أو روي عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا بغير صيغة الجزم، الذي بصيغة الجزم يكون أكثر. ثم جاء الحافظ ابن حجر رحمه الله فذكر أسانيد هذه المعلقات في كتاب يتكون من ثلاثة مجلدات يسمى تغليق التعليق، ذكر أسانيد
هذه المعلقات من البخاري إلى ما روي عنه الأثر رحم الله الجميع. وقتادة هو قتادة بن جعامة الدوسي التابعي المشهور إمام في التفسير والحديث والفقه إمام مشهور رحمه الله. قال قتادة خلق الله هذه النجوم لثلاث: زينة للسماء ورجوما زينة للسماء ورجوما للشياطين وعلامات يهتدى بها. زينة على النص بتقدير أعني زينة. زينة للسماء ورجوما للشياطين وعلامات يهتدى بها. هل قال قتادة هذا القول من عنده أو قاله من كتاب الله عز وجل؟ قاله من كتاب الله. وكل هذه الأشياء التي ذكرها الثلاث كلها من كتاب الله. قال الله سبحانه وتعالى: إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يستمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطف فأتبعه شهاب ثاقب. ففي هذه الآيات الكريمات ذكر الله حكمتين لهذه النجوم. الحكمة الأولى زينة، زينة للسماء، إن زينا السماء الدنيا. والحكمة الثانية وحفظا من كل شيطان مارد، هذا معنى رجوعا للشياطين. السماء الدنيا القريبة من الأرض، لأن السماوات سبع، السماوات سبع قدام، كما يأتي في آخر هذا الكتاب سبع قدام، كل طبقة غلظها أو كثفها 500 عام، وما بين كل سماء وسماء 500 عام، وكل سماء لها سكان من الملائكة، كل سماء لها سكان من الملائكة، سماء الدنيا فيها سكان من الملائكة الثانية والثالثة الرابعة الخامسة والثالثة والسابعة، والأنبياء عليهم الصلاة والسلام فيها أرواحهم الآن فيها كما التقى بهم النبي صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج. منهم من هو في السماء الدنيا ومنهم من هو في السماء الثانية إلى آخره كما في حديث المعراج. وفوق السماوات السبع عرش الرحمن سبحانه وتعالى، وفوق المخلوقات وأعظم المخلوقات. سماوات بالنسبة لي الأرض تسبع في دراهم ملقات في أرض ثلاث، أو تسبع في دراهم في ترك يعني في صحن. العرش أعظم المخلوقات وأوسع المخلوقات، فما يأتي في آخر هذا الكتاب. فسقف المخلوقات أيها الإخوة، حصل سقف من الشرح إلى نهاية هذا الباب. أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح. كما قال: أرضهم في أمتي من أمر جاهلية لا يتركونهن، الفقر بالأحساب والطار بالأنساب والاستقطاع بالأنواع والنياحة. وقال: النائحة إذا لم تجد قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرد. رواه مسلم. ولهما عن سيد بن خالد رضي الله عنه قال: صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح من الحديبية على إثر على إثر سماء كانت من الليل، فلما انصرف أقبل على الناس وقال: أتدرون ماذا قال ربكم؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر،
فأما من قال مصلى بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بكافر بالكوكب، وأما من قال مصلى بنول كذا وكذا فذلك كافر بمؤمن بالكوكب. ولهما من حديث ابن عباس معنى. وفيه قال بعضهم لقد مصلى بنول كذا وكذا فأنزل الله هذه الآيات فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين. أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، قال المؤلف رحمه الله: باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواع. يعني من التحريم وبيان أنه كفر، والاستسقاء بالأنواع الاستسقاء طلب السقيا، طلب السقيا يسمى استسقاء. ومنه قوله تعالى: وإن استسقى موسى لقوم، استسقى يعني طلب السقيا بالدعاء. كذلك نبينا محمد صلى الله عليه وسلم كان يستسقي وشرع لأمته صلاة الاستسقاء وخطوة الاستسقاء، معناه طلب السقيا من إنزال المطر من الله سبحانه وتعالى. وهذا مشروع، استسقاء وصلاة الاستسقاء طلب السقيا من الله عبادة ومشروع. أما طلب السقيا من غير الله فهذا كفر. ومن ذلك الاستسقاء يعني طلب السقيا من النجوم. استسقاء بالأنواع، الأنواع معناها النجوم، لأن من عادة العرب في الجاهلية أنهم ينسبون نزول الأمطار إلى طلوع النجوم، يقولون إذا طلع النجم الفلاني نزل المطر، ويقولون النجم الفلاني غزير مطره، النجم الفلاني مطره ينبت، والنجم الفلاني لا ينبت، وما أشبه ذلك. هذه نسبة نعم الله إلى غيره. وكذلك الاستسقاء بالقبور والموتى كما يفعله القبوريون اليوم إذا أجبوا يذهبون للقبور ويذبحون لها، هذا من الاستسقاء لغير الله سبحانه وتعالى، وهو نوع آخر من الكفر، استسقاء بأموات، هذا لا يجوز، وهو كفر وشرك بالله شرك أكبر. الاستسقاء بالنجوم معناه نسبة نزول الأمطار إلى النجوم، وهذا داخل في الباب الذي قبله، لأن الباب الذي قبله باب ما جاء في التنجيم. والتنجيم نسبة الحوادث الأرضية إلى الأحوال الفلكية عموما، كل الحوادث، لكن هذا نوع خاص وهو نسبة نزول المطر إلى الأفلاك أو إلى النجوم، هذا نوع خاص من التنجيم، وهو خطير جدا، فعقد له المصنف رحمه الله هذا الباب بعد باب التنجيم، لأن هذا النوع بخصوصه وردت فيه آيات وأحاديث، ولأنه كثير الوقوع في الجاهلية ولا يزال في بعض هذه الأمة. والشيخ رحمه الله
إنما يكثر اهتمامه بالأمور الواقعة في الناس من أجل تحذيرهم منها ومن أجل بيان حكمها، ولكون هذه العادة الجاهلية باقية تحقق هذا الاهتمام لأن يعقد لها باب خاص، وإن كانت داخلة في الباب الذي قبله باب التنظيم ما جاء بالتنظيم. قال وقول الله تعالى وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، أي وما جاء في تفسير قوله تعالى وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، وهذا سيأتي في آخر الباب إن شاء الله. إذن فالباب معقود لهذين الشيئين، الشيء الأول بيان حكم التنزيل، بيان حكم الاستسقاء بالنزول، الشيء الثاني تفسير هذه الآية تجعلون رزقكم أنكم تكذبون. قال عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه، هذا الاسم مشترك بين ثلاثة من الصحابة كلهم يقال له أبو مالك الأشعري، والمراد هنا أبو مالك الأشعري الثاني، أبو مالك الأشعري الثاني، وهناك أبو مالك الأشعري غيره، وهناك ثالث بهذا الاسم. عن أبي مالك الأشعري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن. هذا إخبار من الرسول صلى الله عليه وسلم، ومعناه التحذير، خبر معناه التحذير والنهي، أربع يعني أربع خصال في أمتي، أمة محمد صلى الله عليه وسلم المسلمين من أمر الجاهلية، أي من أفعال الجاهلية، والجاهلية الجاهلية ما كان قبل بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا يسمى بالجاهلية ما كان قبل بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم يسمى بالجاهلية، من الجهل وهو ضد العلم، لأن الجاهلية ما كان فيها علم، اندرست فيها علوم الأنبياء والرسالات قبل بعثته صلى الله عليه وسلم، اندرست ولم يبق شيء من آثار النبوات السابقة، لأن آخر نبي قبل الرسول صلى الله عليه وسلم هو عيسى، وبينه وبين الرسول صلى الله عليه وسلم ما يزيد على 400 سنة، فحدث في الناس كثير من الجهل والضلال وفقد العلم، ثم إن الله سبحانه استدرك عباده وبعث على الرسول صلى الله عليه وسلم وأنزل عليه هذا الكتاب والحكمة، فزالت أمور الجاهلية في الغالب، زالت أمور الجاهلية، فبعد بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم لم تبقى جاهلية عامة، لكن قد يوجد شيء من الجاهلية في بعض الأفراد أو في بعض البلاد أو في بعض الدول، يوجد شيء من الجاهلية، أما جاهلية عامة فهذه زالت في بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم، فلا يجوز أن يقول الإنسان نحن الآن في عصر الجاهلية، في عام سنة في عصر الجاهلية أو جاهلية القرن العشرين، هذا عرض، هذا تعني معناه كل القرن العشرين جاهلية، عرض كبير، لا مو جاهلية، نعم فيه جاهلية، لكن كون كل جاهلية وكل الناس في هذا القرن في جاهلية هذا جهل، هذا هو الجهل،
هذا هو الجاهلية. هذا قول على الله يعني. أنا بعد بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم لم تبقى جاهلية عامة. لكن قد تبقى جاهلية ببعض الأفراد وببعض الناس. قد نبقى على ذلك شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله في كتابه القيم اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم. هذا الكتاب القيم الذي كأنه كتب في هذا العصر بين أن الجاهلية على قسمين، جاهلية عامة وهذه انتفى في بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم. أما الجاهلية الخاصة لبعض الناس فهذه داخلة بدليل النصوص على ذلك كما في هذا الباب. قال أربع من أمر الجاهلية في أمتي. هذا جاء في مساء الذنب، لأن كل ما كان من أمور الجاهلية فهو مذموم، كل ما نسب إلى الجاهلية فهو مذموم. قال تعالى: ولا تفرجنا تفرج الجاهلية الأولى. قال تعالى: أفحكم الجاهلية يبغون ونحكم من الله حكما لقوم يوقنون. الجاهلية مذمومة. ويحرم على المسلم أن يتشبه بالجاهلية أو أن يتصف بصفة من صفات الجاهلية. الجاهلية كلها مرفوضة. من أمر الجاهلية لا يتركونهن، هذا دليل على أن هذه الخصال تستمر في الناس، وهذا من باب التحذير منه صلى الله عليه وسلم والحذر. إن الإنسان يحذر لا يقول هذه الخصال راحة، لأن الرسول أخبر أنها تبقى وأنهم لا يتركونهن. فالإنسان يخاف أن تصيبه حصلة من هذه الخصال. عيب الراحة الإنسان، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر أنها ستبقى في الناس. بلا من الله سبحانه وتعالى امتحانا. ولشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب هذا المؤلف رحمه الله رسالة قيمة اسمها: ما خالف فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الجاهلية من الكتابيين والأميين. بعض العلماء يسميها مسائل الجاهلية، مسائل الجاهلية تحصى فيها ما يزيد على 100 مسألة من أمور الجاهلية. وجاء علامة العراق الشيخ محمود الألوسي، محمود سكري الألوسي رحمه الله، فشرح هذه الرسالة بشرح مبسط سماه شرح مسائل الجاهلية، وهو مطبوع ومتداول لله الحمد. فعلى طالب العلم أن يقتني هذه الرسالة وشرحها وأن يقرأها باستماع. كذلك كما ذكرت لكم كتاب شيخ الإسلام ابن تيمية اقتراب صراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم، إن هذا كتاب قيم. ثم بينها صلى الله عليه وسلم بقوله: الفخر بالأحساب. هذه واحدة. ثانية: الطعن في الأنساب. الثالثة: الاستسقاء بالنجوم. الرابعة: النياحة عليهم. هذه الأمور الأربعة هذه من بقايا الجاهلية ومن رواسب الجاهلية، يجب على المسلم أن يحذرها ويحذر منها. الأولى: الفخر بالأحلام، يعني يفتخر الإنسان بأفعاله وأفعال آبائه وأجداده، وهو ما يسمى بالأمجاد، أمجاد العرب.
أمجاد قليلة وكان لا يستحق بهذا، لأن يعني هذا من أمور الجاهلية. ولكن على الإنسان أن يحسن العمل ولا يتكل على فعله الذي فعله ويفتخر به، أو يفتخر على فعل أبيه وجده ويقول آبائي وأجدادي أناس صالحون وعلماء وأتقياء ونحن من بيت علم ومن بيت تقى، ويغتر بذلك ولا يحسن بأمر نفسه. هذا لا، هذا من أمور الجاهلية. الإنسان لا يفتخر بعمله ولا بعمل آبائه وأجداده، بل يعتبر كل ما عمله من الخير فهو قليل. وقد يكون هذا العمل غير مقبول عند الله، وما يدريك أنه مقبول عند الله حتى تفتخر به وتمتن به. بل كل ما عملت من عمل صالح فإنك تتقاله جدا ولا تفتخر به. وكل ما قدمت من إحسان أو معروف إلى الناس فاعتبره قليلا مما هو واجب عليه. أما أن تفتخر به فهذا من الفخر بالأحساس وهو الأمجاد، وهذا من أمر الجاهلية. هم الذين يفتخرون بأفعالهم ويتفاخرون بها في أفعالهم، حتى في موسم الحج إذا غروا من الحج صار كل معدد أمجاد آبائه وأجداده. فأنزل الله سبحانه وتعالى: فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. الواجب أن تذكروا الله عز وجل، لا أن تشتغلوا بالمفاخرة بأفعالكم وأفعال آبائكم، إن هذا من الغرور ومن العجب. فالواجب على الحجاج أن يكثروا من ذكر الله عز وجل وشكره والاستغفار، لا أن يفتخروا بأعمالهم وأعمال آبائهم. هذا واحد. الثانية: الطعن في الأنساب، طعن في أنساب الناس. النسب هو الانتماء إلى الأصول والقبائل، فلان ابن فلان، فلان من قبيلة فلان، قبيلة الفلانية. هذا نسب، أنت ولد لفلان أن تنتسب إلى أبي، أنت من قبيلة كذا أن تنتسب إلى هذه القبيلة. ولا بأس بالانتساب، معرفة الأنساب جيدة، أن الإنسان يعرف نسبه وأن الناس يدرسون الأنساب من أجل صلة الرحم ومعرفة القرابات. هذا المقصود، وهو من أجل الفرق بين قبيلة وقبيلة، أن هذا يترتب عليه الأحكام الشرعية ويترتب عليه الأمور. فدراسة النسب ومعرفة النسب هذا شيء لا بأس به. أما دراسة النسب من أجل الطعن في بعض أنساب الناس، لأن يقال نسب فلان هزيل، نسب فلان غير قبلي، فلان عبد، فلان حضيري، فلان كذا، لازم احتقار الناس. هذا لا يجوز، هذا لا يجوز، هذا من الطعن في النفس. لأن الأنساب لا تغني عند الله شيئا، إنا أحرمكم عند الله أشقاكم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله قد أذهب عنكم عبية الجاهلية وفقرها بالأنساب، كلكم لآدم وآدم من تراب، إنا أكرمكم عند الله أشقاكم. الفقر بتقوى الله سبحانه وتعالى لا بالنسب. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. هذا أبو لهب، لم ينفع في الناس بنسبه،
عم الرسول صلى الله عليه وسلم، لكنه لم ينفعه نسبه، وأنزل الله به قرآن مثلا إلى يوم القيامة. فكت يدا أبي لهب وثب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، رأته حمالة الحطب في جيبها حبل من لهب. هذا عم الرسول صلى الله عليه وسلم، ما نفعه نسبه لما لم يكن له عمل يسبق به إلى الخير. وهذا سلمان الفارسي من فارس العجم، وهذا بلال حبشة من سن العرب، وهذا عمار بن ياسر وعبوه رضي الله عنهما من النوال عبيد، ولكنهم من أسرار أمة محمد صلى الله عليه وسلم. بسبب ماذا؟ بسبب العمل الصالح، تقوى الله سبحانه وتعالى. فصار ذكرهم يعطر الأسماء إذا ذكروا. أما أبو لهب وأبو جهل فإن الكفر تاريخهم ممكنة، لا يطيق المسلمون سماع أسمائهم، ولم ينفعهم يسبهم. فالطعن في النسب يعني أحد أمرين، إما تنقيص النسب أن يقال فلان ليس قبيلي، فلان حكيم، فلان عارف، فلان كذا، هذا لا يجوز. الأمر الثاني أن يطعن في نسبه، أن يقال فلان ليس ابنا لفلان، وهذا أشد. إذا نفي نسب الشخص عن أبيه فهذا أشد، لأن هذا اتهام والعياذ بالله، هذا طعن في ثبوت نسبه من أبيه أو من قبيلته، فهذا من أمور الجاهلية. وهذا سبب الفتن والإحقار شرور، فلا يجوز التعرض للأنساب بالطعن والتنقيص. أما دراستها ومعرفتها فهذا شيء لا بأس به. الثالثة وهي محل الشاهد من الحديث من باب الاستسقاء بالنجوم، الاستسقاء بالنجوم، ومعناه نسبة نزول المطر إلى النجوم، بأن يقال إذا طلع النجم الفلاني فإنه ينزل المطر. طلع نجم الثريا، الجمران، الحقعة، الحنعة، الذراع، الطرف، الجبهة، قرفة، العور، سماد، الغفر، الزبانة، المسليل، القلب، الشولة، البلدة، النعاري، سعد الزاد، سعد الزرع، سعد السعود، سعد الأخبية، فرغ المقدم، الفرغ المؤخر، الحوت، هذه النجوم التي كان العرب، وهي منازل القمر 28، كان العرب ينسبون الأمطار إليها، ينسبون الأمطار إليها. فهذا هو الاستسقاء بالنجوم، نسبة الأمطار إلى طلوع النجم أو إلى غروبه، لأن هذه النجوم 28 كل 13 يوم يطلع واحد منها وقت الفجر، يطلع واحد منها وقت الفجر من جهة المشرق، ويغيب رقيبه من جهة المغرب، يسقط واحد ويطلع واحد. تقول العرب إذا حصل هذا ينزل المطر، هذا كذب. المطر بيد الله سبحانه وتعالى، لا له علاقة بطلوع النجم ولا بغروبه، إن شاء الله أنزله وإن شاء منعه. فرأيتم الماء الذي تشربون فأنتم أنزلتموه من المدن أم نحن المنزلون؟ وأنزل من السماء ماء أخرج به من الثمرات رزقا لكم، ألم ترى أن الله يزكي سحابا ثم يؤلف بينه ويجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله. الذي يمسك السحاب ويسوقه ويأمره بالمطر وإن
ينزله على من يشاء ويحبسه عن من يشاء. فالتمر والسحابة محملة بالماء ولا تمطر بوقفة واحدة ثم تذهب وتبرر ماءها في مكان آخر. من الذي أمرها بذلك؟ هو الله سبحانه وتعالى. ولقد فرقناه بينهم يعني مطر ينزل هنا ولا ينزل هنا ليتذكروا. فهذا أكثر الناس إلا خطورة تصريف المطر وإنزاله في محل دون محل. هذا من أمر الله سبحانه وتعالى. نزول الأمطار هذا بيد الله، هو الذي ينزلها وهو الذي يحبسها وهو الذي يسلطها على من يشاء الغرق والصواعق والبرد، فهي آية من آيات الله سبحانه وتعالى. الذي خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار، السحاب المسخر بين السماء والأرض، السحاب المسخر لن يسخر الله سبحانه وتعالى. وأرسلنا الرياح نواقض أنزلنا من السماء ماء فأسقينا كروه وما أنتم له بخازنين. قال تعالى وما ننزله إلا بقدر معلوم. فهذا يد الله سبحانه وتعالى، لا ينسب إلى نجم ولا إلى قبر ميت ولا إلى أحد، بل هو من الله وحده ويطلب من الله وحده ويستسقى من الله وحده في الصلاة والدعاء والتضرع والصدقة. على أول الاستسقاء المطلوب، أما الاستسقاء بالنجوم فهذا من أمور الجاهلية وهو شرك بالله عز وجل. الاستسقاء بالنجوم وسيأتي حكمه، الآن عرفنا أنه من أمور الجاهلية وكفى بها، لكن سيأتي مزيد حكم في حديث زيد بن خالد وأن هذا كفر سيأتي هذا. فالاستسقاء بالنجوم من أمور الجاهلية وهو كفر بالله سبحانه وتعالى. الاستسقاء بالنجوم الرابع من أمور الجاهلية النياحة على الميت. نياحة معناها رفع الصوت بالبكاء جزعا، وإذا فقدها فقد ذلك فعداد لمحاسن الميت كان ذلك من الندب، كان ذلك من الندب وعضلاء ونقراء وضعاء وكذا. هذا ندب نوع من أسد النياحة. النياحة هي قطع الصوت بالبكاء على الميت، وإذا صحب ذلك تعداد محاسنه كان ذلك ندبا، وإذا صحب ذلك لقم الحدود وشق الجيوب. النياحة هي قطع الصوت بالبكاء على الميت، وإذا صحب ذلك تعداد محاسنه كان ذلك ندبا، وإذا صحب ذلك لقم الحدود وشق الجيوب ودعوى الجاهلية فقد برئ النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك. إن فعل قال صلى الله عليه وسلم ليس منا من لقم الحدود وشق الجيوب ودعا في دعوى الجاهلية، لأن الواجب الصبر والاحتساب على المصائب. الواجب الصبر والاحتساب عند المصائب. من مات له قريب فليحزن وليحتسب، أما أنه يحزن ويبكي فلا مانع. الحزن والبكاء المجرد عن الجزع وعن رفع الصوت وعن سقط وعن نطم وعن هذا لا بأس به، لأنه من الرحمة. النبي صلى الله عليه وسلم حزن على إبراهيم، على ابنه إبراهيم، ودمعت عيناه صلى الله عليه وسلم بكى على ابنه إبراهيم وعلى غيره. فالبكاء على الميت هذا لا بأس به،
وكذلك الحجر لا بأس به، إنما الممنوع الجزع وتحقق إما باللسان وإما بالفعل. باللسان رفع الصوت البكاء والعويل، وبالفعل حق الجنوب ولوم الخدود ونشر الشعور. هذا أمور الجاهلية. فمنه المآثم التي تقام على الأموات، تقام المآثم على الأموات بتعاطى الخطبة استعداد محاسن الميت والثناء عليه و إلى آخره، هذا يدخل في المياه وهو بدعة لدين الإسلام. ما أنزل الله دينه بالسلطان، مات الرسول صلى الله عليه وسلم أشرف الخلق، والذي مصيبته لا تعادلها مصيبة، وما أقيم عليه معشر عليه الصلاة والسلام. مات أبو بكر صديق الأمة، مات عمر فاروق الأمة، مات عثمان بن نهيب، مات علي بن أبي طالب ابن عم الرسول صلى الله عليه وسلم، مات الصحابة كلهم والمهاجرون والأنصار، مات الأئمة من العلماء، ولم يتقن معاهم. إنما هذه من رواتب الجاهلية، وإنما تظهر إذا ضعف الإيمان وقل العلم وعظم النكير وسكت العلماء عن هذه الأمور، فإنها تغفر وتعظم ويسمعها غيره حتى تعود كثير من أمور الجاهلية. تحتاج إلى مقاومة دائما وأبدا. فالنياحة كبيرة من كبائر الذنوب، لأن أمور الجاهلية محرمة، ومما يدل على أنها كبيرة النياحة كبيرة ما يأتي. قال صلى الله عليه وسلم: النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جعر. عرفنا النائحة ما معناها؟ إذا لم تتب قبل موتها، هذا فيه حث على التوبة، في دليل على قبول التوبة، وأن من تاب الله عليه قبل موته من أي ذنب، حتى من الكفر والشرك والنفاق، إذا تاب الإنسان تاب الله عليه، فالتوبة تمحو ما قبلها وتدب ما قبلها. كل الذين كفروا لينسوا يظهر لهم ما قد سلف. إذا لم تتب قبل الموت، هذا دليل على أن التوبة لها وقت محدد، أو أن تكون قبل الموت، يعني قبل نزول الموت. فإذا نزل الموت في الشخص وبلغت روحه الغرغرة، فإنه حينئذ لا تقبل توبته. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر. إذا بلغت الروح الغرغرة، بلغت الحنجرة، الإنسان له شعور الآن، لكن والآن عرف، انكشف له الغطاء، عرف، الكافر يعرف إنه خسر في هذا الموقف، والمذنب والعاصي كلهم يعرفون في هذا الموقف، إذا بلغت الروح الحنجرة كلهم يعرف، لكن لا تقبل التوبة الآن. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن. لا، الآن لا في توبة، الآن انتهى العمل، انتهى العمل وله التوبة، لا يقبل عمل ولا توبة ولا شيء، الآن خلاص أغلق الباب. فهذا فيه الحث على المسارعة للتوبة باللائحة والغير قبل الموت. إذا لم تتب قبل موتها لا يعمل بها، تقام يوم القيامة، تبعث من قبلها يوم القيامة بصورة بشعة والعياذ بالله، وعليها سربال، سربال هو الثوب، سربال هو الثوب الذي يلبسه الإنسان، وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم الباسر. سربال هو اللباس، تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران
الاستخدام ليس من القماش لا من القطن ولا من الفستان ولا من الحرير كما هو في الدنيا، لكنه استخدام من قطران وهو المادة المستعملة المعروف. يجعل ما استخدام من القطران وهو المادة المستعملة المعروف ليكون ذلك أسد في اشتعال النار فيها والعياذ بالله. يقول القطران النحاس المذاب، النحاس المذاب، النحاس المذاب، يكون ذلك أسد بتعبيره. فإما أنه المادة المستعملة المعروفة وهذا هو الظاهر، أو أنه النحاس المذاب، وعلى أي فالأمر كبير جدا. عليها سلال من قطران ولا اجتهاد، ودرع من جرم، درع هو اللباس الذي تلبسه المرأة، الدرع في الأصل هو ما يلبس للحرم ليكون الاتهام، ويسمى ثوب المرأة درعا لأنه يسترها، ويكون عليها ثوبان، ثوب من قطران ودرع من جرم، الجرم مرض في الجلد، مرض في الجلد معروف يصيب الإبل ويصيب الماء دائما، يصيب الإبل ويصيب الماء، جرت مرض في الجلد، هذا معذبة من ناحية إيه؟ من ناحية الجلد فيه جرب والعياذ بالله، ففيه الفكة وتآخر، ومن ناحية أن عليها إربال من قطران. والسبب في هذا جريمة المياه التي كانت تزاولها الدنيا، كانوا في الجاهلية ينوحون على الأموال، إما أن تكون القريبات الميت تنوح عليهم، أو يستأجرون المياهات، فرفتهن المياه والإجارة يأكل ويأكل على كان الآجار يخلصا ويصرخا ويبسم سعورها ويقدم جيوبها ويلقم الخدود، هم كذابات لكن على كان الأجرة فقط. كانوا في الجاهلية يعملون المياه، بل إن بعضهم يوصي أن يناح عليه كما قال الشاعر: إذا مت فانعلمي بما أنا أعلم، وسقي علي الجيب يا أم مالك، أنا يوسف كيف وصية يوصي أن تنوح عليها المعنى. وجاء في الحديث أن الميت يعذب بقدر بما نوح عليه، حتى شر المياه يصل حتى إلى الميت في قدره. فهذا فيه دليل على تحريم المياه وانها من الكبائر وانها من امور الجاهليه، وفيه دليل على قبول التوبه لمن كان قبل موته. هذه بشرى للمسلم. رواه مسلم، ولهما أي البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما، وفيه قال شخص: لقد صدق نوء كذا وكذا، لقد صدق نوء كذا وكذا، يعني أن النجم الفلاني صدق، نزل المطر عند طلوعه فصار هذا النجم صادقا، اما لو لم يطلع ينزل المطر يصير النجم ثالث. هذا من امور الجاهليه. فانزل الله تعالى: وتجعلون رزقكم انكم تكذبون، انفقوا عن المطر، يعني المطر، المطر رزق، لانه يسبب الرزق، المدار والثمار الصغار ونمو الحيوانات وغير ذلك.
الغوارض في السماء رزقكم وما توعدون والرقم. فهذا فيه بيان سبب نزول الآية، سبب نزول قوله تعالى وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. والسبب يفسر الآية، فهو تفسير الله، فهو أن المراد في قوله وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون هو الاستبقاء بالنجوم. قال ولهما البخاري ومسلم عن زيد بن خالد بن الزهري رضي الله عنه قال صلى لنا رسول الله، يعني صلى لنا، صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح يعني الفجر في الحديبية. الحديبية بالتقريب ويجوز التسجيل الحديبية يجوز، وهو اسم موضع قريب من التنعيم بينه وبين مكة مرحلة واحدة على 40 كيلو تقريبا، مرحلة واحدة يسمى الآن السويسي، الذي يسمع خط جدة شوف لوحة عند المدخل مدخل الحرم، شوف لوحة تقل عليها من السنين، هذا هو الحديبية، هو الحديبية شمال الخط السريع قريبا من التنعيم، وهي الموضع الذي حصل به الصلح بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين المشركين من اهل مكه لما صدوه عن دخول مكه بالعمر، وكانت ان تقوم الحرب بين رسول الله صلى الله عليه وسلم واصحابه وبين المشركين، كادت ان تقوم الحرب، وحرص الصحابة رضي الله عنه على أن تقوم الحرب وعظم عليهم أن يرجعوا، ولكن المشركين جاءوا وتقاربوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم فاطلعوا على أن يرجع الرسول صلى الله عليه وسلم من هذا العام وأن يعتمد من العام القادم عمرة القضية. وعلى أن توضع الحرب بينه وبين الرسول صلى الله عليه وسلم، كان بينهم حرب من هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم إلى المدينة إلى صلح الحديبية، كان في الحرب قائم، فطالعوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم على أن يرجع وأن يعتذر من العام القادم وأن توضع الحرب بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، فشق ذلك على الصحابة لأنهم اعتبروا هذا من المجلة عليهم ومن انتصار قريش عليهم، ولما أمرهم صلى الله عليه وسلم أن يذبحوا هديهم ويحلقوا رؤوسهم تمنعوا من التنفيذ، يتوجهون لعله ينزل الوحي من الله سبحانه وتعالى. فالرسول صلى الله عليه وسلم بعد دخل على أم سلمة مغضبا فقالت من أغضبك؟ أغضب الله، أو كما قال، قال ما لي لا أغضب، أمر بالأمر ولا يقال أو لا. قالت تخرج إلى الناس واحلق رأسه ثم سيحلقون الرؤوس. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فحلق رأسه فتبادر الناس إلى الحلق حتى كاد بعضهم يقتل بعضهم من السرعة والخوف أن يكونوا عصوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجعل الله في هذا الصلح المصالح العظيمة، جعل فيه المصالح العظيمة للمسلمين، فسماه الله فتحا، إنا فتحنا لك فتحا مبين على صلح الحديبية، الفتح هذا هو صلح الحديبية. أما فتح مكة فهو المذكور في قوله تعالى إذا جاء نصر الله والفتح، هذا فتح مكة. فحصل في هذا الصلح مصالح عظيمة ما كان الصحابة يتوقعونها، فعز الله بها المسلمين وسمحت الفرصة للمستضعفين الذين في مكة أن يخرجوا مهاجرين إلى المدينة، وسمحت الفرصة لمن يريد الدخول في الإسلام وكان خائفا من قريش سمحت له الفرصة، وكفر الذين أسلموا وخرجوا من مكة وأسلموا قبل غزو مكة،
فصار هذا القرص مصانع عظيمة للمسلمين. في الحديبية قال يا لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تصرف في الحديبية. فلما فرغ أو فلما انصرف أقبل بوجهه صلى الله عليه وسلم على الناس. قال من وجهه صلى الله عليه وسلم أنه إذا سلم من الصلاة استغفر الله ثلاثا فقال اللهم إنك أنت السلام ومنك السلام فبارك يا ذا الجلال والإكرام فهم خذهم إلى الخدمة ثم ينصرف بوجهه الشريف إلى الناس ويستقبلهم. هذه سنة صلى الله عليه وسلم وهي السنة للأئمة من بعده. فلما انصرف أقبل على الناس بوجهه صلى الله عليه وسلم فقال أتدرون ماذا قال ربكم؟ هذا من باب إلقاء العلم بطريقة السؤال لأنه أبلغ بالتعليم. فإذا أردت أن تعلم جاهلا بحكم فمن المستحسن أن تسأله أولا ما معنى كذا؟ ما هي شروط الصلاة؟ يقول له صلي. أخبرني عن شروط الصلاة. لا ما أدري. ثم قيل لهم يصيرون تطلعوا من الجواب. أنت حاجاتهم الآن. يصيرون تطلعوا من الجواب تمشي عليه الجواب. فتدرون ماذا قال ربكم؟ قال الله ورسوله أعلم. قال فيه أن الإنسان إذا سئل عن شيء فهو لا يعلمه ألا يتكلف يتحرك بل يقول الله الله ورسوله أعلم يرد العلم إلى عالمه ولا يتكلف شيئا لا يعرفه. قال الله ورسوله أعلم. قال قال ربكم أصبح من عبادي هو صلى الله عليه وسلم على إذن سماء. سماء يعني مطر. مطر يسمى سماء لأنه ينزل من السماء على إذن سماء كانت من الليل. فقال أتدرون ماذا قال ربكم؟ قال الله ورسوله أعلم. قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. الناس انقسموا أمام هذا المطر الذي نزل إلى قسمين. قسم مؤمن وقسم كافر بسبب هذا المطر. أما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته يعني نسب المطر إلى الله وأنه تفضل من الله ورحمة من الله فهذا مؤمن. فهذا مؤمن لأنه نسب النعمة إلى المنعم فهو الله سبحانه وتعالى. هذا هو الإيمان. وفيه إثبات صفات لله عز وجل صفة الرحمة صفة الغضب هما صفتان من صفات الله عز وجل. فذلك مؤمن بكافر بالكوكب. لأنه لا يجتمع الإيمان بالله والإيمان بغيره أبدا. فما لا يجتمع الشرك والتوحيد أبدا. جدال لا يجتمع أعني الشرك الأكبر والكفر الأكبر. أما الشرك الأصغر الكفر الأصغر فقد يجتمع مع الإيمان لكنه إلى كفر. أما الشرك الأكبر والكفر الأكبر فلا يجتمعان مع الإيمان أبدا. وأما من قال مقرنا هذا هو الصنف الثاني. وأما من قال مقرنا بنوع كذا وكذا نعم فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب. يعني من نفذ المطر إلى غير الله نصبه إلى النجم فهذا كافر بالله عز وجل مؤمن بغير الله لأنه نسب النعمة إلى غير الله. ففي هذا دليل على أن الاستسقاء بالنجوم كفر
فقد فصل العلماء هذا الكفر إلى نوعين. النوع الأول أنه إذا كان يعتقد أن النجم هو الذي أنزل المطر فهذا كفر يخرج من الملة، كفر يخرج من الملة. أما إذا اعتقد أن المطر من الله ولكنه نسبه إلى النجم من باب السببية، جعل طلوع النجم سبب لنزول المطر، فهذا كفر أصغر لا يخرج من الملة، كفر أصغر لا يخرج من الملة، لكنه مصغر شديد التحريم، فلا يفهم من قولنا أصغر مفهم، لا كفر والعياذ بالله سليم، سواء كان أكبر أو أصغر، لكن الأكبر يخرج من الملة، فهذا ينقص الإمام وهو وسيلة إلى الكفر الأكبر، فليس سهل به. أما تفسير قوله تعالى فلا أقسم بمواقع النجوم إلى قوله تعالى فتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، فلا أقسم اللام لا هذه مؤكدة حرف تأكيد، حرف تأكيد، لا أقسم بيوم القيامة، لا أقسم بهذا البلد، تأتي هذه اللام قبل أقسم من باب التأكيد، لا أنها زائدة كما يقول بعضهم بل هي حرف تأكيد، مثل قوله تعالى أليس الله كتاب عزه، هل هذه التأكيد تأكيد النفي، تأكيد الخبر، أليس الله كتاب عزه، أي الله جل وعلا كتاب عزه، فالحرف قد يؤتى به للتأكيد، ومنه لا هنا اقسم بمواقع النجوم، المشهور ان المراد بالنجوم الكواكب، اقسم الله تعالى بالكواكب، فالله جل وعلا يقسم بما شاء من خلقه، ولا يقسم الا بشيء مهم له اهميه وفيه سر عزيز، هذه الكواكب فيها عجائب آيات الله وقدرته سبحانه وتعالى، أقسم الله تعالى بها وأقسم ببعضها، والنجم إذا هوى عن الثريا، السماء والطارق وما أدراك ما الطارق، النجم الثالث أقسم الله بالنجم الثالث، الله يقسم بما شاء من خلقه، من ذلك انه يقسم بالنجوم او ببعضها لانها تدل على قدره الله سبحانه وتعالى، اما الخلق فلا يجوز لهم ان يحدثوا الا بالله سبحانه وتعالى، من حلف بغير الله فقد كفر او اشرك، فلا يقسم بمواقع النجوم يعني الكواكب، اقسم الله بها بما فيها من العبر الدالة على قدرة الله سبحانه وتعالى، وإنه لقسم لو تعلمون عظيم، هذا تعظيم لهذا القسم، انتبهوا له، المقسم عليه نعم إنه لقرآن كريم، هذا جواب القسم، المقسم عليه القرآن، إنه لقرآن كريم، هذا جواب القسم، قرآن هو كلام الله المنزل على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، كلام الله سبحانه وتعالى، إنه لقرآن كريم وصفه بالكرم وصفه بالمجد المجيد، هذا القرآن المجيد، قرآن بالذكر وأوصاف كثيرة، إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون، في كتاب مكنون
اختلف العلماء في المراد بالكتاب، فقيل المراد به اللوح المحفوظ كما قال تعالى وانه في ام الكتاب لدينا لعلي حكيم. فلا شك ان القران محفوظ باللوح المحفوظ، لكن هل هو المراد هنا؟ هذا قول. يقول المراد بالكتاب هنا صحائف الملائكه كما قال الله سبحانه وتعالى كلا انها تذكره فمن شاء ذكره في صحف مكرمه مرفوعه مطهره بايدي سفره عن الملائكه. فخرج السفير هو الرسول، سفير الرسول، لان الملائكه رسل الله الى انبياء بايدي سفره عن الملائكه كرام برد. فالمراد بالكتاب هنا صحائف الملائكه التي فيها القران. والقول الثالث ان المراد به المصحف من كتاب المسمور، يعني المصحف مصحف الكريم. ولا شك ان القران مكتوب في اللوح المحفوظ، ومكتوب في الصحائف التي مع الحضره، ومكتوب في المصحف الكريم في كتاب المسمور لا يمسه الا المطهرون. لا يمس القران الا المطهرون. من هم المطهرون؟ قيل المراد بهم الملائكه، المراد بهم الملائكه. وهذا رد على المشركين الذين يقولون ان القران تنزلت من الشياطين. الله نفى هذا وقال القران لا يمسه الشيطان، لان الشياطين جزء وانجاز، وهذا القران لا يمسه الا المطهرون. فلا يليق بالقران ان يمسه نجس من الشياطين كما قال تعالى وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون انهم عن السمع لمعزولون. فالمراد هنا لا يمسه الا المطهرون اي الملائكه عليهم الصلاه والسلام، وليس ولا تقربه الشياطين، ولا يمكن هذا. وقيل المراد المطهرون من الحدث وهم بنو آدم، طهرون من الحدث الأكبر والأصغر. فالقرآن لا يمسه إلا من هو متطهر من الحدث الأكبر والأصغر، كما في حديث عمرو بن الحجر الكتاب الذي أرسله إليه الرسول صلى الله عليه وسلم أن لا يمس المصحف إلا طاهر. فالحاصل أن هذا القرآن لا يمسه إلا المطهرون، فلا تمسه الشياطين، وكذلك لا يمسه من هو نجس من بني آدم، نجس بالحدث الأصغر أو حدث الأكبر، لا يمسه إلا المطهرون. تنزيل من رب العالمين. هذا القرآن أين مصدره؟ من صدر؟ ها؟ صدر من أين؟ من الله سبحانه وتعالى. هذا مصدره من رب العالمين. طيب بالواسطة الذي نزل به من رب العالمين إلى محمد صلى الله عليه وسلم، جبريل نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المؤمنين. فهذا القرآن سنده موسى عن محمد صلى الله عليه وسلم، عن جبريل، عن الله سبحانه وتعالى. هذا سند القرآن، عن محمد، عن جبريل، عن الله سبحانه وتعالى، فلا يقربه الشيطان. لا يمسه إلا المطهرون، تنزيل من رب العالمين. ثم قال تعالى أفبهذا الحديث أنتم مدهونون. حديث يعني القرآن، القرآن يسمى حديثا، الله نزل أحسن الحديث، من أحسن من الله حديثا، نعم، ومن أصدق من الله حديثا، القرآن يسمى حديث. أفبهذا الحديث أنتم مدهونون، والمدهن معناه المتساهل
المتهاون، هل تتهاونون بهذا القرآن الذي هذه صفاته أم تعظمونه وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون؟ هذا محل السائل. تجعلون رزقكم يعني المطر أنكم تكذبون وتنسبونه إلى النجوم، هذا محل السائل من الآيات للباب. فهو أن نسبة المطر إلى النجوم كذب افتراء على الله سبحانه وتعالى. ما يستفاد من هذه النصوص التي وردت في هذا الباب؟ أولا فيها تحريم الاستسقاء بالنجوم، وأنه من عمل الجاهلية، وأنه كفر لله سبحانه وتعالى من عمل الجاهلية، كما في حديث أبي مالك كفر بالله تعالى كما في حديث زيد بن خالد. وعرفتم التفصيل في الكفر هذا تمام. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية فيه تحريم أمور الجاهلية، فيه تحريم أمور الجاهلية، تحريم التشبه لأهل الجاهلية في أقوالهم وأفعالهم. المسألة الثالثة فيه تحريم الفخر بالأحساب والطاعن بالأنساب. النياح على الميت، وأنها كلها من أمور الجاهلية، كلها من أمور الجاهلية، وكلها كذلك. مسألة رابعة في الحديث دليل على قبول التوبة قبل الموت، فالحث على ذلك. المسألة الخامسة في الحديث دليل على أن المطر فضل من الله سبحانه وتعالى ورحمة، فضل من الله سبحانه وتعالى ورحمة، وفيه مشروعية أن يقول الإنسان عند نزول المطر مطرنا بفضل الله وبرحمته. المسألة السادسة فيه دليل على أنه يبقى في الناس شيء من أمور الجاهلية، يبقى في الناس شيء من أمور الجاهلية، ولكن ذلك لا يقتضي الخروج من الإسلام، وإنما يكون محرما. وإلا فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر وهو من أفضل الصحابة، قال له إنك امرء فيك جاهلية، لما قال لعمار بن ناصر يا ابن السوداء، قال صلى الله عليه وسلم أعذرته بأمه إنك امرء فيك جاهلية، مع أن أبا ذر من أفضل الصحابة، فدل على أنه قد يوجد في الإنسان شيء من أمور الجاهلية، ولكنه لا يقتضي هذا كفره، أو بل هذا يرجع إلى ما عنده من الفضائل الراجحة والأعمال الجليلة، لكنها خطأ في الواقع، إصابة الجاهلية خطأ، لكن أبا ذر رضي الله عنه تاب إلى الله ووضع خده للأرض وطلب من عمار أن يطأ على خده. طلب من عمار أن يقع على خده، وكاد من هذا رضي الله عنه، والتائب من الذنب فمن لا ذنب له. هذا ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرينا وإياكم الحق حقا ويرزقنا اتباعه.
وأن يبنى الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه. أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. وقول: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم إلى قوله تعالى: أحب إليكم من الله ورسوله. عن عرف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. أخرجا. ولهما عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود بالكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف بالنار. وفي رواية: لا يجد أحد طعم الإيمان حتى إلى آخره. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: من أحب في الله وأبغض في الله ووالى في الله وعادى في الله فإنما تنال ولاية الله بذلك. ولا يجد عبد طعم الإيمان وإن كثرت صلاته وقومه إلا بذلك. وقد طارت عامة مواقات الناس في أمر الدنيا، وذلك لا يجزي على أهله شيئا. رواه ابن جرير. وقال ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: وتقطعت بهم الأسباب، قال: المودة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، قول الشيخ رحمه الله: باب قول الله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. الآية قول الله تعالى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم، إلى قوله تعالى: أحب إليكم من الله ورسوله. الآية. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. أخرجه. ولهما عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث أن كن فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، وأن يفرح أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يفرح أن يلقى في النار. في رواية: لا يجد أحد طعم الإيمان، إلى آخر. وعن ابن عباس: أنا أحب في الله ووالى في الله وأبغض في الله فإنما تنال ولاية الله بذلك. ولم يجد أحد طعم الإيمان حتى يكون كذلك، وإن كثرت صلاته وصومه حتى يكون كذلك. قد صارت عامة مواقاة الناس على أمر الدنيا، وذلك لا يجزي على أهله شيئا. وعنه في قوله تعالى: وتقطعت بهم الأسباب، على المودة. هذا الباب عقده الشيخ رحمه الله في كتاب التوحيد، لأن محبة الله هي أعظم أنواع العبادة. فمن صرف عن غير الله فقد أشرك بالله الشرك الأكبر، مخرج من الملة.
فرحمه الله عقد هذا الباب لأهمية معرفة هذا الأمر، وأن المحبة لأعظم أنواع الإيمان لا بد أن تكون المحبة خالصة لله لا يفرق معه غيره فيها، كحالة المشركين الذين يصبون الأصنام والعمدات من دون الله عز وجل. فهذا باب عظيم من أجل أبواب هذا الكتاب لمن تدبره وعرف مضمونه. المحبة من أعمال القلوب، المحبة من أعمال القلوب فهي عبادة قلبية. أما الصلاة والصوم والحج هي أعمال ظاهرة، أعمال على الجوارح، كذلك الذكر والتسبيح والتهليل هي أعمال على الجوارح تسمع وترى، لكن المحبة التي في القلب هذه لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، فهي عبادة قلبية وعمل قلبي لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى، ولكن تظهر علاماته.